يا اولاد ده تحدي وعلى مليون روبوكس، بس المره دي مش انا اللي هديكم الروبوكس، في شخص تاني هو اللي محضر ليكم التحدي. هولي مولي، مليون روبوكس يا جد شلبي، انا اول مره اشوف تحدي بمليون روبوكس. راح مايك شخص تاني كده في بدايه ومحضر التحدي، اكيد طبعا لازم يكون شخص تاني شبكة عشان انت طبعا مش معاك عشان بمليون روبوكس دايا. انت فقير انت واد، انا مش بتكلم معاك، انا بقول للولاد على التحدي. وبعدين مين الفقير؟ انا معايا روبوكس كتيره فرخه ومستعد كمان. انا هنادي الكلب جاك هو اللي يتعامل معاك. يا جاك، جاك روح ميكا، الكلب جاك خاف ولا يجي من المستشفى خالص يا شباكا. حركات العجري، حركات فرخه، حركات جد شلبي. خلاص خلاص يا جد، احنا اسفين، الواد ده لازم يتعض من الكلب جاك. كلب جاك دلوقتي بقى بخير ورجع من المستشفى. طب طب يا جد، خد يا فرخه، تعالى يا دوب، خلاص الكلب جاك مش موجود. تعالى تعالى، وانا مالي بتتكلم بجد ولا بتقول حقيقه؟ بتكلم الواد ده غبي ولا ايه؟ ايه بتكلم بجد ولا بقول لا؟ يا ابني هما الاثنين واحد يا ابني. طب طب مش هنوت دلوقتي، مش مش حكه دي، عامل مش بقى حكه السحلفه المتحرقه. سحلفه متحرقه واللي بقول يا فرخه. شفت واحد زي ابو علي وانا حركات قوم يا واد. قول لي بقول قوم يا فرخه، قوم تعالى 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 يا دوب قوم. طب انت مش هتقوموني؟ قوم يا فرخه يا دوب، بتاكل لي بيتزا وبتاكل لي بسكوت وعامل لي فيها سبع البروب. ماشي يا جدو شلبي، التحدي ده هيكون مع مين؟ هيكون مع مستر بيست. ايه ده؟ مستر بيست اللي هو اشهر يوتيوبر اصلا في العالم؟ ايوه بالظبط كده، محضر تحدي بمليون روبوكس، وانتوا هتروحوا لو عديتوا التحدي بتاعه هتكسبوا المليون روبوكس. قولي بولا علويا، جمدان جمدان. عارف مستر بيست زعبولا؟ هو طبعا عارفه، مستر بيست طبعا اشهر يوتيوبر في العالم، عارفه عارفه. وده فرخه حركات، عارف مستر بيست يا ابني؟ هو يا ابني مش اللي هو ده بيعمل بتاتي. مين بيعمل ايه يا اخويا؟ ثانيه بس، مين مستر بيست بيعمل ايه؟ يا ابني فتح مطعم بطاطس في الدقي. دقي مطعم بطاطس؟ والله اضربك اضربك. بص يا فرخه، انت تيجي معانا وانت تشوف بنفسك. ماشي يا حبايبي، تعجبوني يا بطاطس عند مستر بتشوته. والله يا فرخه ونوب، قلت لكم ده مش عارف اي حاجه في اي حاجه، انا شايف ان انتوا تسيبوه هنا احسن. لا لا، هناخده جدو شلب عشان نعرفه مين مستر بيست. يلا علويه كمان عشان نروح لمستر بيست ونشوف التحدي اللي بمليون روبوكس. ليتس جو. اوكي علويه، جينا التحدي بتاع مستر بيست طبعا بتاع جد شلبي عشان نشوف المليون روبوكس. يا ابو علي، احنا في مطعم ولا ايه؟ مش عارف والله، هو في عندنا هنا مطعم. ايه ده، في ترابيزه بلياردو كمان. فين الواد حركات الفرخه؟ واد ابو علي مش موجود هنا. اوكي موجود فين؟ اه موجود الناحيه الثانيه. خلينا نكتشف المكان ده. هو ايه المكان ده علويه؟ مكان بصراحه غريب. اوكي، وفي عندنا مجلات بس ما فيش اي حد شغال. ابو علي تعالى كده بص، مستر بيست اهو. او ماي جاد، ثواني انا جاي لكم دلوقتي. خلينا نروح هناك كده بسرعه عشان نشوف التحدي علويه بتاع المليون روبوكس. مستر بيست هو عمال يقول لنا ازيكم. اوكي خلينا نروح عنده. ويلكم ابو علي تو ماي وولتس. اوكي هاردست تراب تشالنج، طبعا ده علويه تشوز يور جيم مود ايزي هارد. طيب يا علويه نختار ايه؟ انتوا عارفين ان ابو علي جامد طبعا، فهنختارها هارد. نختارها هارد، ليتس جو. يلا ابو علي هارد طبعا، هندوس عليها كده. اوكي سو يو هاف تشوزن هارد مود. اوكي انا اخترت دلوقتي الهارد مود. سرفايفل اول 8 اوف ماي ترابس تو وين ماي بيج اوورد. اوكي دلوقتي علويه هننجح في الاختبار بتاع مستر بيست عشان ناخد المليون روبوكس. هنحاول. ابو علي انا اخترتها اصعب حاجه. يا زعبول يا جامد، وانت حركات اصعب حاجه يا حبيبي. امال ايه؟ ايوه كده بتشوف. طبعا دلوقتي ده هارد مود. ايه ده اللي فخخ دي بتقرب مني كده ليه؟ يلا زبادي، فخ من هنا وفخ من هنا. انتوا فين طيب؟ حلويه بص الفخاخ عماله تقرب، العيال جت اهي. ليتس جو. ايه ده؟ ايه الكرسي ده؟ الو، هو الكرسي ده نعمل فيه؟ تعبوله انت بتعمل ايه؟ انا مش عارف اصلا، الفك ده شكله هيموت في الاخر. اطلع. الو، العيال دي طلعت عليا، انا عايز اطلع. اوكي الكرسي ده مش شغال ولا؟ اطلع بقى لي، اطلع بقى لي، الفخ بيقرب مننا. يا نار زبادي علويه، اول حاجه بيقول لي فريست بريكس. ايه ده؟ هنكسر الكرسي، اكسر الكرسي يا ابو علي. ليتس جو. بعد ما كسرنا الكرسي بيقول لي خد منه عصايه من الكرسي. بسرعه بقى لي، خلينا ناخد عصايه. خدت عصايه الحمد لله، الفخ بيقرب مني بيقرب مني. اوكي علويه خلينا دلوقتي نطلع. الو، بسرعه 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 بسرعه، الفخ بيودي. لا لا، اطلع بقى لي، اطلع بقى لي. اوكي اطلع بقى لي. الفخ الفخ، او ماي جاد. عديت عديت عديت، ليتس جو. كونجراتس اون اسكيبنج، ليتس موف اون تو ذا نيكست تراب. اوكي ويلكم تو تراب 2، احنا دلوقتي في التراب رقم 2. اول يو هاف تو دو تو وين از بوش ذا ريد بوتن اوفر ذير اند جو باك تو ذيس دور. اوكي علويه كل اللي هنعمله ان احنا هنروح نضغط على الزرار. ايه حركات الفرخه وحركات، هتروح تدوس على الزرار وترجع تاني. اه يا حبيبي مش عايب. انا عارف، انت عارف منين إيه؟ يا ابني مش التحدي ده مش بتاع مش بيت يا ابني. ايه ده وانت عارف منين إيه فرخه يا ابني؟ ولا مش بقول لك كلام. بتقول لي كلام؟ اه والله في زرار هندوس عليه. ماشي اوكي، اوه دوسنا على الزرار. ايه حركات اللي بيحصل يا ابني؟ ولا مش همشي ما همشي. ثانيه يا ابني انا مش عارف، بس انت عارف ولا مش عارف؟ اوه المفروض ان احنا علويه
هنعدي. If you touch a laser you will lose health. اوكي لو انتوا لمستوا الليزر هتكسروا هيلث. لا للاسف لمستوا مره بس ماشي، لمسنا مره خلاص ما نلمسوش تاني. لو المحترفين ما نلمسوش الليزر تاني. لمسنا مره كمان خلاص ما نلمسوش ايه ده بس على خلاص خلونا عدي بقى. اوكي اوكي بسرعه بسرعه بسرعه. عديت 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 ايزي. اوكي ايزي ايزي ايزي. فنشت التحدي. دونت سيلبريت جاست يت. لسه بقول فنشت، بيقول لي ما تحتفلش يا حبيبي لسه ما خلصتش. This next trap will rock your world. اوكي طبعا يا لوي. You're now in trap 3. احنا في التراب رقم 3. اوكي انا خدت شنطه، شنطه ايدي. وانا بقى مش دي شنطه فيها فلوس. اوكي على كده لازم نهرب عشان زي ما انتوا شايفين الكره، الكره بصوا بتنزل. للاسف انا كنت بتكلم نزلت عليا فجرتني والله. او ماي جاد. لا 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 ايه ده، يا نهار زبادي، النخل بيقع وكل حاجه بتقع. وانا بقى مش بتمشي حاجه، انا بص مش بلمس اي حاجه. لا ايه ده، النخله وقعت قدام. يا نهار زبادي على الويه. اوكي اوكي اوكي. المشكله ان في كره كبيره ماشي ورانا. مشكلة ان الزلزال زلزال زلزال. عديت سرقت الفلوس دي علويا وعديت. ليتس جو. اوكي وصلنا هنا. فنش. يو ار ماتش فاستر ذان اي سو. اوكي بيقول لي ان انت اسرع مما انا تخيلت. ليتس سي اف يو كان ميك مور. طبعا تشالنج. ايه ده علويا، ويلكم تو تراب نمبر 4. احنا دلوقتي في الفخ رقم 4. الو ايه ده. احنا متحولين للكوره. وانا بقولي مش متحول بالونه. ابو علي يلا تعالى. اوكي 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 اوكي. زي ما انتوا شايفين على الويه احنا متحولين لبالونه، بس خلينا نشوف البالونه دي هتودينا فين في الاكل. واحد وقع تحت. يا الارز بدل اللي بيقع تحت طبعا بتعمل كفته. وانا بقى مش اللي بقى بيموت. المشكله ان لو حد مات بيعيد من الاول يا علويه. كده هو ده التحدي بتاع مستر بيست اصلا الحقيقي. فاحنا دلوقتي خلينا نعمل كده. انتوا متخيل يا نهار زبادي واحد وقع. انا ابو علي انا اللي وقعت، بس الحمد لله بيديني فرصه ثانيه. ثانيه هو بيديك فرصه ثانيه فعلا؟ ايه ده زعبول لك ايه؟ الو انا ابو علي يا نهار زبادي انا بتزحلق. اوكي اوكي. وانا ماني بتش بديك ميه واحده، لو وقعت ميه بتش خلاص كده بتخشي. اوكي تشيك بوينت بريتي جود. اوكي على الويه. طبعا دلوقتي احنا معانا تشيك بوينت، خلينا ننط هنا عشان دي هتنقلنا على الناحيه ان البنت دي هتقع. اوه وانت رايح على كمان. ليتس جو ايزي. ابو علي محترف والله، احترافي على الويه. ايه ده لسه بقول ابو علي محترف مش عارف انط فوق البتاع. طيب لا لا سبحان الله سبحان الله. ايزي ذير. اوكي تيك سلو. طيب ماشي بيقول لي خدها بالراحه يعني عديها بالراحه، هو بينصحني يعني. طيب ماشي احنا نعدي بقى ايه جامد زي مش زي ما هو بيقول، لان بالراحه مش بتعدي اصلا. فاحنا هنعدي كده بسرعه. ليتس جو. يلا زعبوله معلش استناني. انا مستنيك اهو. انت فين؟ اوكي زعبوله انت فين يا زعبوله؟ انا والله بس موت استناني. استناك يا زعبوله. زعبوله لسه ورا. ماشي ماشي مستنيك هنا. اطلع كده ابو علي اطلع. حركات الفرخه انت فين؟ انا وانا مش قدامكم. قدامنا ايه ده؟ الكره اللي بتاعتي بطيئه. نط كده ابو علي. اوكي احنا في متاهه ومتحولين لكوره. نط ابو علي. ليتس جو. كل ده عشان نكسب مليون دولار. انا معايا دلوقتي على الويت 800,000 اللي هي عشان تكسبوا المليون روبوكس او المليون دولار. طبعا مليون دولار في الحقيقه، في روبوكس مليون روبوكس. اوكي فالمفروض ان احنا نعدي من هنا. لا 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 ايه ده علوي صعبه ليه كده؟ هولي مولي. طبعا دلوقتي لما تموت للاسف علوي بص بيقول لك انت خلاص كده. ايه ده اداني فرصه ثانيه علويه. البتاع بيمشي لوحده. طبعا دلوقتي بص بيقول لي انت خسرت ابو علي المليون روبوكس، لو عايز تنافس ثاني تعيد من الاول. انتوا متخيلين علويه؟ طيب علويه جيت ثاني زي ما انتوا شايفين الفلوس اللي معايا اهي اللي موجوده في البنك. معايا 300,000 دلوقتي في البنك، يعني 300,000 روبوكس في البنك. ناقص لي كام؟ ناقص لي 800,000 عشان اكسب. ايه ده علويه؟ بيقول ان انا هديك فرصه ثانيه، لاست تشانس، اخر فرصه ان انت تكسب. المشكله ان الكره دي بتعلق، والله بتعلق الكره. بص مش ماشيه مظبوط يعني، بتمشي كده بالحظ. معلش انا قدامك دلوقتي. المشكله ان انا مت والله. بص يعني حظ. اوكي 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 تركيز. نط كده. وانا بقول انت فين؟ انا بص جايب الكره. استنوني استنوني استنوني. المشكله علويه دلوقتي معيش اي فرصه ثانيه. اوه اوه بتزحلق بتزحلق. في زحلقه والله. صعبه 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 علويه. لازم تجربوها عشان تعرفوا بنفسكم هي قد ايه صعبه ان انتوا تتحكموا بالكره دي. لا 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 صعبه 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 صعبه. انا مش مستنيك هلا. اوكي حركات الفرخه. ثانيه 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 ثانيه. لما بتموتوا بتعيدوا التحدي. خدت التشيك بوينت. ليتس جو. طيب دلوقتي علويه لو انت مت بيقول لك ان انا هديك فرصه ثانيه عشان انت خدت التشيك بوينت. ماشي ماشي شكرا يا مستر بيست. اوكي نيجي هنا. بس انا مش هموت بقى عشان اعرفك ده محترف ومش محتاج الفرصه بتاعتك النوبه دي. اوكي اطلع. طب علي انت فين؟ خلاص يا ابني داخل على المتاهه. اطلع. اوكي لا يا علويه بص بتعلق. يب عديت. يا سلام ندخل على المتاهه تاني.
بسرعة عشان لما نعدل المتاهة بقى التحكم فيها بيبقى وحش مش حلو. يلا يا بعلي. بص لو هي صعبة يعني لازم نرجع عشان نقدر ننط المسافة دي. اوكي عديت. يا سلام ايزي. او ماي جاد حركات الزعبول قدامي. اوه اوه ثانية 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 ثانية. المشكلة ان الفتحات دي صعبة برضو الكرة بتعلق فيهم على الواية. اوكي اوه لا 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 بليز 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 البتاعة جاية تختفي اول ما اجي. سبحان الله سبحان الله على الحظ. عدي. اوكي يا حاجة ارجعي لي المكعب 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 ارجع. مش عايز ارجع المكعب راح مش عايز ارجع. اوكي اللي بعده. يا سلام لا كنت على اخر حتة. اوكي يا سلام احتراف يا علوي شايفين احتراف والله. بصوا انا محترف. انا دلوقتي جمعت كام؟ جمعت 400. اوه there you're a true humber. اوكي طيب دلوقتي خلينا نروح وانتو ذا نيكست تراب. هنروح على التحدي اللي بعده وهو يا علوي ويلكم. بيقول لنا طبعا اهلا بيكم في التراب رقم 5 الفخ رقم 5. التراب ده بيقول لنا ان هو هارد بات سيمبل يعني صعب وسهل. ماتش ذا كود ذات ويل بي جيف يعني هنعمل ماتش للكود بتاعه على الويل اللي هو هيديه لنا. الكود ده بيبقى موجود فين؟ في المايه تحت. وادي بقى مش واقفش اهو. ما انت بص هتنزل مايه غطس كده وتطلع تاني. بص تعمل كده بيو كده نزلنا غطس على الويل. اوكي المفروض ان هو نعمل بيك اب. طب الو انا ما شفتش الكود. اطلع كده بقى 2 1 4 5 2 1 4 5 ليتس جو. عملنا الكود الكود صح. ناو سويم باك اب هير ان بول ذا ليفر. اه تو انلوك ذا دور. هنطلع فوق عشان نشغل الليفر. اوكي علوي اول واحده كده ياب. يا سلام ابو علي محترف. وانا عملتها. وانا بقول مش عارف شايف ولا ايه. ما انت بص خد نفس واطلع تاني. بص هو مش ميه غويته يعني. بص حته صغيره. تعالى كده ابو علي. بص علوي الكود بقى هيتكتب قدامنا دلوقتي. 7 8 3 6 7 8 3 6 ايزي والله ايزي. الكود صح. هنعوم هناك تاني على الواقع عشان نروح نشغله من الليفر. لو الكود غلط مش هيشتغل. لو احنا جينا هنا نشغل مش هيشتغل لان الكود غلط يا حبيبي. روح اعمل كود صح. وانا عملتها. اوكي تعالوا تاني تعالوا تاني. خلينا نيجي هنا بسرعه نشغل كود ايه. الكود 7 3 9 2 1 7 3 9 2 1. هي دي احسن طريقه ان انت تجاوب صح. ارجع تاني. وانا بقى مش مش بيك ساعدوني. اوكي علوي خلينا نشغل الليفر. يلا الزبادي دلوقتي حركات بيغرق تحت. يا ابني اطلع يا ابني. او ماي جاد بسرعه 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 ابو علي. خلينا نجيب الكود الاخير ده. اخر كود علوي لما نشوف بقى ده هيبقى اصعب كود. اوكي 1 8 9 7 4 1 1 8 9 7 4 خمس ارقام بس جاوبنا صح. اوكي اطلع كده علي انا كده شغلتها خلاص. اوكي 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 هنحاول نحاول نحاول ان احنا نشغل اخر واحده. يا سلام كده نكون فتحناها علوي كلها. هنروح كده طبعا ونعدي الناحيه الثانيه. طبعا دلوقتي علويه بيقول ان انت خلاص عملت اخر واحده. اطلع كده بعلي. يا بليه دي شغلنا الليفر كمان. ويل دان كومبليتنج ذيس تراب. احنا دلوقتي علويه قدرنا نخلص الفخ ده. دلوقتي بقى بص بيقول لنا ايه. ذا نيكست تراب از يعني ده اسهل حاجه. ازيست اوكي ويلكم تو ذا لوزن 6 تراب. اوكي اوكي علويه بعد ما جينا هنا طبعا اوه ده التراب بتاع المكعبات الثلجيه. المفروض ان احنا نختار صح. بسم الله. اوكي يا سلام نزلنا عند شركه الشوكولاته والحلاوه بتاعت مستر بيست. اوكي عايزين نطلع والبسكوت كمان. اوكي هنا كده. وانا بقول مش ممكن اكل شوكولاته مش من هنا للصبح بقى. حركات الفرخه. الشوكولاته دي ما بتتاكلش. لو اكلتها تموت. هي اصلا ما بتتاكلش. وانا مش شابه صعبه. هنختار هنا بعد كده عند زعبوله بعد كده مثلا هنا. لا يا لارز بقى دي. ابو علي ايه بس الاختيارات الصعبه دي يا ابو علي. هنخمن ازاي دلوقتي ده الطريق طويل. اوكي بصوا بقى بما ان دي كانت غلط. بص يا زعبول امشي ورايا. انا بص هعرفك الطريقه عشان تعرف ان ابو علي محترم. بص يا ابو علي يلا بقى وريني احترافك. يا ابني انت وقعت ليه تاني؟ ابو علي والله وقعت يا ابو علي. مشيت وراك وقعت. اعمل لك ايه يعني؟ اوكي اطلع تاني اطلع تاني يا نوب. وانا حركات الفرخه. فين حركات؟ وانا ابو علي مش واقفه يا اخي حته. هولي مولي حركات قدام. اوكي زعبول يا نوب بص بقى هقول لك الطريق. بص على اللويه. ايه ده الطريق اللي عند الواد ده صح؟ اوكي بعد كده على اللويه المفروض الطريق هنا. لا 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 يا علوي صعبه بس محتاجه شويه تخمين يعني. هو اهم حاجه ان احنا نحاول اكتر من مره. لو حاولنا اكتر من مره يا علوي معنى خلاص كده ان احنا جبناها. بس المشكله انها بتتغير تقريبا تقريبا بتتغير. اوكي الطريق كده كده بعد كده كده وات. اوكي يا علوي كده بعد كده كده بعد كده كده بعد كده كده تاني. طب تاني لا. طيب هنعيد تاني. يا زبادي تخمين صعب جدا بصراحه. بس ايه كل البسكوت ده؟ هو بيبيعوا البسكوت ده لمين يعني؟ عمالقه اللي بتاكل البسكوت ده مش عارف. وحلاوه كتير بصراحه. ده المصنع بتاع مستر بيست اللي هو عمل فيه التحدي. اوكي هنطلع كده على اللويه. هنيجي هنا بعد كده هنا بعد كده هنا
بعد كده اعتقد واحده هنا تاني. يب بعد كده هنا بقى. اوكي بعد كده هنا تاني. ليتس جو. اجي عند حركات. لا شفت حركات واقف على واحده وانا بص وجيت اقف عليها ما ينفعش. وانا بقى مش كل واحد ليه مكان. اه والله كل واحد ليه مكان يا علويه. يعني انا ما ينفعش اقف عند حركات. حركات ولا ينفع اقف هناك؟ علي انا عديت. انت كنت بتقول لي بص يا حبيبي بقى اتعلم ميدي. انا عديت وانت لا. زعبولة يا دوب بتضايقني انت زعبولة. نيجي هنا نيجي هنا. ليتس جو. بعد كده هنا. ادي واحده. اختار لي واحده يا زعبولة. اختار دي ولا دي. بص انا اختار لك. استنى بس كده اما اخبط. اختار ادي واحده. ادي بادي كروب زبادي شيلو حطوا كل عليها دي كتكوت. روح السوق هات البيضه بالصندوق يا دفاع. عند اربعه واحد ثلاثه اربعه. اختار دي. ادي واحده يا ابني. ايه اللي انت قلته ده كله؟ ادي واحده. ابو علي اللي واقف في الشارع هي دي الصح. اسمع الكلام بتاعي انا محترف. نطيت وات. ايه ابو علي انت نطيت فيه؟ قولي بقولي في الاخر ما اخترتهاش. هتقول يا ضفدع عند اربعه تاني بقى. اعمل لي كرنب الزبادي. خلينا نعيد. بس خلاص يا علوي احنا احتراف عرفنا المكان. اهو بص ايزي 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 يا حبيبي. شايفين اهو خلاص انا حفظت التحدي بتاع مستر بيست اهو. هي بس اخر واحده. انا واحده يا ابني. وانا بقى مش اللي قدامي. اوكي اهو. ايه ده؟ يلا ابو علي بقى نعمل عادي بادي كروم زبادي تاني. قول بولي علويه. والله بص اختيارات الضفادع بتاعتكم دي مش لطيفه. خلينا نطلع على السلم ده مره. شوكولاتات كتيره علويه. طبعا انتوا ممكن تجربوا اكتر من مره تخسروا كده. بس الحمد لله اصلا ان مفيش هنا لافا ولا اي حاجه يعني كانت بتموتنا. كنت هتعيد التحدي من تاني بصراحه كانت هتبقى صعبه 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 صعبه. بص انا عدت كام مره. اوكي بس خلص كده التحدي سهل. بصوا اهو اهو. بعد كده هنا هنا. اوكي اهو ايزي علويه اهو. عديت. يلا بينا كسبنا. انا بدي بشوا. اوكي ندخل بقى عند الشوكولاته. طبعا بيقول لي ويو لايك اور ديسلايك ذا جيم. خلينا نعمل لايك بدل ما موتنا. اعمل لايك للجيم. ايوه بص فرح ازاي. انا بقى مش عاوز يا بدي الديس لايك دي. مش عايز اعمل ديسلايك يا ابن اسكت بدل ما موتك. جود تشويس. اوكي الو دلوقتي كسبنا 600,000 في البنك. طبعا دلوقتي هنروح للتراب الاخير تقريبا او التراب اللي قبل الاخير. اما نشوف. اوكي جبنا فين؟ بيقول لنا ده التراب رقم 7. هولي مولي. طب علي ايه الحاجات دي كلها؟ التراب ده سيمبل. All you have to do is walk to the other side. بيقول لنا كل اللي عليكم تعملوه ان انتوا تمشوا للطريق الناحيه الثانيه. حركات انت بخير؟ يا ابني وش ولا وش وقت عملت كفته. عملت كفته وانت مين اللي قالك نط حركات يعني ما تنط عدل ما تنطش على البتاع ده. بسرعه بسرعه. وانا بقى مش افتكرت ده مش ينفع امشي على حديده. يا ابني حديده ايه وانت رايح تمشي من الناحيه الثانيه ازاي يعني هتخترق؟ او ماي جاد البتاع اللي بتحدف علينا دي. لا 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 الكورس الجايه الكره الجايه. اوكي بوكس بوكس لو نزل علينا اعمل لنا صابونه لوكس. او ماي جاد عدى حركات. ماري ماري بوتش 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 كريم بوكس لعيب ولا ايه؟ اوكي بينزل كمان فخ. ليتس جو. اهو العلامه بتاعتهم. البوكس نزل بجد لو نزلت علينا على الويه والله بص هتعمل لنا كفته بلدي. عديه دوس على الزرار. كسبت. اوكي اي دونت ثينك ان انت يعني بيقول لنا ما كنتش متوقع ان انتوا تعملوا كده. خلينا نروح للتراب اللي بعده. مستر بيست علويه ما كانش متخيل ان احنا نكسب. ايه ده ان شاء الله. التراب ده بتاع ايه؟ لايت سون. اوكي شغال لنا دلوقتي النور. ويلكم طبعا ذا تراب 8. بيقول لنا كات يور كوكي اند بليز هيم. طبعا دلوقتي علويه لو انت كسرت الكحكه بتاعتك يبقى انت كده خسرت اللي هو بيقوله. اوكي خلينا ناخد الكحكه. الكوكي معناه ان احنا نمشيها عشر. شوفوا 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 انا كسرتها بس لسه لو كسر التاني يبقى انا كده. او ماي جاد علو انا كسرتها كده مرتين. بسرعه 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 مش عايز اموت مش عايز اموت. احنا بنمشيها على الطريق الاخضر. ناو بليس يور كوكي اند سكانر. اوكي علويه انا افتكرت التحدي الجامد ده. خلينا نجيبه هنا. حطها هنا كده بقى على السكانر. عدي افتح البوابه السكانر. ليتس جو. عدي حركات. يلا افتح البوابه. وانا بقى اوكي فتحوا بسرعه. اوه فين المثلث؟ طيب ماشي معناه ان احنا نمشي بالمثلث كده. يلا ابو علي يلا ابو علي بسرعه 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 بسرعه. اوكي انزل 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 انزل. ليتس جو. اهم حاجه علي بص اتكسرت بس لو كسرتها مرتين تقريبا تخسر او ثلاث مرات مش عارف. خلينا نروح هنا. خدوا بالكم جدا وانتوا ماشيين عشان ما تكسرش. دلوقتي الاسكانر رقم 2 عدي. اوكي هي دي كانت اخر لعبه علوية اعتقد في التحدي بتاع مستر بيست. خلينا ناخد بسرعه النجمه. النجمه بنمشيها كده بس النجمه اصعب واحده حتى في الحقيقه كانت اصعب واحده برضو. اوكي بالراحه كده. علي هي صعبه ليه؟ انا اول ما البس البسكوته بتتكسر. انت بالراحه زعبولة كده. وانا بقى مش ممكن اكل بسكوته ولا ايه؟ تاكل بسكوته ايه؟ امال هتعدي بايه لما انت تاكل البسكوته؟ ايه ده انا ما ينفعش ولا لازم اديهم بسكوته يعني؟ يا ابني لازم تحط البسكوته على الاسكانر ده انت غبي. اوكي خلينا ندخل كده. دلوقتي دخلنا. طبعا دلوقتي دي الشمسيه على الويه. اطلع كده ابو علي الشمسيه بالراحه. الامبريلا. اوكي 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 يب
هي وش يعني الشمسيه والنجمه بصراحه اصعب حاجه عملتها. المفروض عملي خلينا نحط كده بسم الله. احنا معانا دلوقتي 700 الف علويه في البنك كده. عديت كده عدينا. اوكي الكوكي كاتر ماستر كونجراتوليشن فور كومبليتينج اول اوف ماي ترابس. طبعا مستر بيست بيهنينا. از يور ريورد يو ويل بي جيفن. طبعا دلوقتي علويه ان هو اداني 800 الف زي ما انتم شايفين، وقدرت ان انا اكسب ال 800,000. اوكي ومكتوب اسمي ابو علي و 800 الف قدامي، والتاريخ طبعا اللي انا كسبان فيه. طبعا يا علويه دلوقتي ده الشيك اللي احنا بناخده هو 800 الف، يعني 800 الف بناخدها وبنصرفها يعني روبوكس. حركات الفرخه كسبت ابو علي، انا كسبت وادي ابو علي بوتش كسبت 800 الف روبوكس دلوقتي. هما فين؟ هما فين بصراحه يعني؟ انا خدهم من جد الشباب عشان بص مستر بيست ضحك علينا ادانا الكاش او ادانا الشيك وبعد كده بصراحه اختفى. بصوا المفروض ان هو كان بيبقى واقف هنا على ايه، اختفى مش موجود. بصوا كان بيبقى في الحته دي طبعا بيحتفل. اه الفلوس اهي، فين مستر بيست؟ ما تضحكش علينا الفلوس كلها هنا. ايه يا بايك كل الفلوس دي؟ ابو علي كل الفلوس دي انا خدها ولا ايه؟ والله فلوس كتير. طيب على ايه زي ما انتم شايفين؟ بص الفلوس، ابو علي واقف على الفلوس، شايفين فلوس كتير قوي كده. على وين كنا سنه الفيديو؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك واشتراك في القناه، ولو عايزين تلعبوا التحدي بتاع مستر بيست ده اكتبوا لي في الكومنتات انتوا هتجيبوا ال 800 الف روبوكس ولا لا، ولا هتجيبوا كام. طبعا يا علويه التحدي هيظهر قدامكم دلوقتي، هو ده التحدي، روحوا العبوه طبعا وجربوه، بس اهم حاجه تنزلوا تعملوا لايك عشان نجيب لكم تحديات تانية جامده. وادي ابو علي اديني بوش الشنطه اللي انت لابسها دي. يا ابني الشنطه دي فيها فلوسي، ما انت معاك واحده. هو بوش ما عاوزك ليه؟ انت مش هاخد منها فلوس. كل واحد ليه واحده. لا ممنوع. ابو علي اطلع اجري بص بالشنطه حاجات اسرع. اوكي يا علويه يلا بسرعه، اشوفكم في تحدي جديد، بس اهم حاجه تنزلوا اعملوا لايك. يا سلام باي.